جاهزين له كتير خرافات اليوم لفادي ومارفل، بدنا نبهرهم اليوم انا وكيكي. فادي غرام ويفضحوا شخصيا خرافات. اوكي اليوم الخرافه الاولى انه انا اليوم يا جماعه بدي احولكم البيبسي لسبرايت. بدي اعمل لك اياها شفافه. مارفل خلي لنا الكاميرا بابا. لا بده يوقع. بدها توقع. لا ما راح توقع. اوكي فادي شايف هذه الكبايه هون؟ نعم. وشايف هالكبايه الفاضيه؟ انا بمجرد ما انقل هيدا المسحوق من هالكبايه لهالكبايه رح يصير لونه ابيض. كوكا كولا بتصير سبرايت. بوب دغري. ابركا دبركا ابركا 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 ابركا. انتهيت وانتهيت. لا الساحر ما في يفضح عن لا بدك تفضح شو عملت هلا. بدي افضح شو عملت. بس اسمع ابنك لا زي هلا عم بيقول لي بدك ترجعهم لهون تيرجعوا يصيروا بني. لا بابا ما هيك بيصير السحر. طيب يا جماعه يلا هيدي كبايه مليانه صح؟ صح. وهي كبايه فاضيه صح؟ مزبوط. ايه كذب. هاي الكبايه مش فاضيه. انا ما بقبل طول حالك كذاب. انا مش كذاب انا ساحر. ساحر. هاي الكبايه مش فاضيه. هاي الكبايه فيها شويه شيء ابيض كلور. فيها كلور هيدي الكبايه. فيها شوية كلور وهيدا مي مع يعني. بيتادين مش كوكا كولا. انا ساحر ما في خبرك الحقيقه. فبكل بساطه بنجي بنحط مي البيتادين يعني. بقلب الكلوروكس بيصير لونه ابيض. شكرا. ما يعني بحس انه المستوى كتير عالي على اللي رح يجي من بعدها يعني. بس انه بالنهايه يلا سوبر. بابي. نعم بابي. قلبي بقلبي. انت بشربها كلها. بدك تشربها؟ بدك تشربها؟ لا. اوكي فادي هيك انا عملتها على القناه. نعم عرفتك. وقفت عم بتخبري شو عاملي على القناه. هو يور نمبر 1 فان. يور نمبر 1 فان. اوكي معقول انت تقدر تعملها؟ يلا فادي حط ملح على البيضه الاولى وهلا بدك تلزق البيضه الثانيه بالبيضه الاولى لانه الملح بيلزق البيضتين ببعضهم. يلا يا فادي يلا يا فادي لزقهم على يلا 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 يا بابي لسهم على بعضهم. اوه برافو. عم نرجع نزيد ملح من تحت. عمهلك لا تاخذ توازن. هل رح تزبط؟ بعرف ما بقى تهزل له الطاوله لفادي ما تشجعه. شو شكل خرافه مش مزبوطه. انا زبطت معي. يلا يا فادي شو لزقه. اوه واو برافو فادي. برا يلا نشوف شو فيه شو محضر. اليوم في عندي لك تريك بدي اعلمك اياها. التريك كيف نفضي قنينه مي بشكل اسرع. بس تعالوا نقف بالفي يلا كرمال الشمس كرمال تقدر تصوري مزبوط هيك افضل. ايه شي شفتك. اوكي عاده كيف بنفضي قنينه المي؟ هيك لا بنفضيها هيك مزبوط. ايه اوكي عندي اسلوب معين رح تفضي قنينه المي هيدي بشكل اسرع. بنلف نلف 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 المي بهيدي الطريقه وبعدين بننزله. سوري لحظة ما زبط. روقي ما زبط. هي بتزبط بس روقي ما زبط. انت اثرت علي تعال. انا شو اثرت؟ شو عم تعمل؟ يلا عم برجع عبي القنينة. بس عم تفضلنا الفول. شو عم بعمل؟ عم تفضلنا الفول. في كبك بقلبها؟ اوكي رجعنا عبينا القنينتين قد بعض. رجعوا طوعوا على الفي. اللي بده يصير بدي مش انه لف وقد له. انا بدي نزلهم انا وعم لف يعني ليك. اوكي جاهز يلا طلع بابا. اثنين يلا ثلاثة. بطل بدي اعملها مش مزبوطة الخوخ. شو هي؟ يا لكن صار شكله وجوع انه كانت حرزانة يعني. ومية كلور هيدي هلا. في خرافة شفتها عند المايسترو وعبالي اعملها انا وياك واللي هي عبارة عن بالون منفوخ. دغري بتعرفها؟ دغري بتعرفها؟ انا بعرف. انت شو بتعرف؟ نمبر 1 فان. انا بعرف. انت بتعرف؟ بحط البالون. بنحط البالون بنحط عليه سكوتش. هلا انا لزياده الامان محضره اثنين. برافو فادي على بعضهم على بعضهم هيك تنتاكد انه راح تزبط. ناخذ ابره. شو بتقول الخرافه؟ انه هيدي الابره اذا حطيناها دخلناها على السكوتش ما بيفقع البالون. خليها داخل السكوتش. ايه ما بيفقع البالون. لا مش منطقي. وانت هيك عملتها وما فقع. اخيرا صارت الابره بايدي. جاهزين؟ بدنا ندخل الابره على مهل.
خايف. ليه؟ ما زين انت عملتها عندك. ايه نو ابدا ابدا عم تعمليها للاولاد، تفضل اعملي لهم اياها. يلا كيكي. هو صار سميك ال ليه حطيت سكوتشتين؟ زائد امان. ليه في رعب قدام الشاشة؟ كيكي 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 حبيبي اخر حتى المشحه تبعولي انا كيف ما فقعت مع بس كرمال سد انه خرافه مزبوطه، والمشكله نابعه من مكان اخر. اوكي مامي انا عندي خرافه بس كمان لازم نطلع لبرا. يلا 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 بالمي. اوه هيدا فيديو خرافات، بدنا نشوف فادي شو محضرنا. يلا يا فادي. خرافه بتقول اذا دخلنا قلم من هون لهون ما بينزل المي ولا نقطه. ما بينزل المي منه ولا شيء. اسرع 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 فادي اسرع اسرع اسرع. انا شايفه مي عم تنزل، انا شايفه انه فايره مي صراحه. بابي ما انت دخلته يا بابي، رجعت شلته. هي بابي بدك تحطه وما تشيله. دادي او ماي جاد. اوكي اذا بتحبوا تعملوا نافوره مي عندك. هو عم يسال انت اللي عم تعملي، هو عم يسالك كان اللي عم يسالك الجازون فين. ليك حبيبي يا بابي ميرسي. يلا جربها ارجع انت. يلا يلا لحظه، ليه بهالقد غل ماسك الكيس؟ ليه شو صاير معي؟ فرجينا يا بطل اذا رح تثبت معك. اوه بعد يا بعد الي مارفي اعطيه مامي قلم. اوكي مارفي. يلا كيكي. اوه ماي جاد كيكي شو بدك ياني احطهم؟ واو يا كيكي لا رجعتي شلتي وحتى تعملتي نفس الغلطة اللي عملها فادي. اوكي لكن اللي عم بيصير هيدا اللي فوق هول الاثنين زبطوا. ايه ما هن بيزبطوا اذا ما رجعتي شلتي. زبطت شو بكون؟ ليه عم تقولوا ما زبطي؟ كيكي 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 هاي صوت بس ما بعمل شي بالفيديو. شو بهيك شو فيه؟ ما بعمل شي بالفيديو. ما عم تعمل شي بالفيديو؟ عم بتشكينا لسه. لحظة شيء تعا شايف هيدول البالونات اللي هون؟ شايفهم هيدول البالونات؟ هيدول رح تعمل فيهم شيء انت كتير كتير حلو. اوه شعامي شمعة واجواء رومانسية يا محسن. لا عندي سحر جديد لقلكم اليوم. السحر اللي معكم لحظة ابنك عم غني هابي بيرثداي. اوكي اليوم عندي سحر لقلكم اليوم. النار مش بتفقع على البالون مزبوط. انا هلا رح احط هيدا البالون فوق النار وما رح يفقع. اوكي هذا البالون فيه مي مزبوط. هذا البالون فيه مي. انا بالون فيه مي فوق النار ما بيفعل. لحظة فينا نعمله برا لانه فيه مي احسن ما ينقلب السحر على الساحر. لا اول شيء لانه عيب عليك، ثاني شيء انه واو بس عجبني. عميق عشان بس انا الساحر دايما بتزبط معي. بابا لحظة بابا بدي احط البالون فوق النار والبالون ما رح يعمل بوش. ليش هاتين هيدي؟ ليه شو بدك فيه؟ نو في نار. لا بدي احطه نو في نار. انت ما فيك تقرب عنا. سي دانجورو خطره. طيب توني بيكون انا عم بعمل خطره. تعال يا مر كثير خايف. انت كثير خايف بابي عيب عليك. ليك مر بالموديل. شو لبابي؟ ليه ما فقع البالون؟ نو ميلت. لا تو يا بابا بطفي الشمعة يا قلبي. إذا حطيته كله تحت بطفي الشمعة. هي ما بتيجي النار يا بابي. اوكي. اوه احترق البالون من تحت وما فقع. برافو. شو؟ سحر ناجح. عيب عليك. عيب عليك. عندي خرافة بالمي. اوه لا لا. بس أنا لأنه أذكى منك، هاي نطلع نعملها برا. مايسترو الحقني. سوري؟ لأنك شو؟ أذكى. لانك اجبن مني ولانك ما عندك ثقه بانه رح تزبط معي. تعست على حدا من الاولاد. شو بتقول الخرافه معلي؟ بس خبرينا. تعوا على الفايقه. اوعى لانه بتدوبي انت برات الفايقه. ايس كريم. تعي ايس كريم. فوتي من الشمس بيسقيه ليك. ساحت تفضلي. شوفي شو بتقول خرافه؟ ليك هالواد حرام فايتين طالعين معنا عم بجربون. ايه يا فادي شو يا كيكي؟ خرافه هي انه بنفتح عنينة المي وبنشرب. لا ما بنشرب. او ماي جاد. اوكي بنحط هيدي التيشو عليها. اوكي وبس نقلبها ما رح توقع المي. ما بينزل مي. اوه لحظه شو قلت؟ بسرعه ممنوع. يلا واو. ليش لحظه انت بتعرفها؟ بتعرف. خلي فادي يعملها. واو فادي بيعرفها. اوكي يا فادي 1 2 3
بعد لف عليه اخي بابي بيربا. واو برافو فادي، نايس برافو. ملك الهاكس. الله امك. شوفي تيم هاكس انا وياك. ليكي انا ترككم هون وراجع داخل لجوا. انا حطيتكم خرافه. ايه انه اذا حطينا سبراي على ازر وازر راف على السوكس الابيض وحطينا واحد سبراي اللي حطينا فيها سبراي ما بتجري. عملتها هيدي الخرافه ومش ظابطه. اكيد عملتيها غلط. نعم اكيد عملتي. اوه تخيل تزبط معه للصبي. اوكي اعطيني لرشلك. يعني هلا بنحط لك سبراي على اجرك بس وطلع اركض برا وارجع فرجينا الاجر الشمال والاجر اليمين. يلا اركض 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 اركض. وين رايح فادي؟ لا هونيك في غسيل، ما بدنا نبين الغسيلات. تعا فادي لا عم تمزحي. لف الفيلا كلها. ليك انه اذا في احتمال ما ينجي. وهلا ما بقى في مجال، عم يركض كيلومتر. مارفل وين خيك يا فادي؟ ليك وين صار؟ يلا تعا فرجينا شو صار. يلا تعا فرجينا اجرك الشمال واجرك اليمين. اقعد هون. ارفعنا هالاجر. اوكي ارفعنا الاجر الثانية. كيك ايه اللي رشينا عليها سبراي؟ ايه الانضف. نو واي. لا ارجع علي. هيدي اجر. افتح الثانية. اعطيني الثانية. ياه او ماي جاد. لا ما في. ليه انا ما زبطت معي وهو زبطت معه؟ يا جماعة انا ما قدرت، كنت بدي افهم ليش فادي زبطت معه وانا ما زبطت معي. عملت ريسيرش واكتشفت انه ما لازم نكتر سبراي، وتذكرت انه انا لما عملتها حطيت نص قنينة السبراي على غرقت اجري بالسبراي. فادي حط هيك رشة صغيرة مشان هيك زبطت معه وانا ما زبطت معي. فادي برافو. هلا شو محضر؟ يلا شو عم تعمل؟ في خرافة هلا بتقول. توقف هيك لانه انا مش شايفتها. في خرافة بتقول هلا انه 20 بالون هيليوم ممكن يشيلوا يحملوا 20 كيلو، ما عرف 17 كيلو. بدي مسكوا البولين واطلع انا وياه لبرا وشو بدك تعمل؟ لحظة ما عرفت تعب بابا. لحظة بنعملها جوا بركي طار الصبي برا. لا شو هون بيكون دغري هون. لا خليه يطلع. لوك يا عم بنعملها جوا. ما انا بضلني ماسكه يعني بربط له اجره بحبل بضلني بصير ما بمشي هالشيء. يلا توني واي اوكي زبطنا. يلا يا بابا. يا توني البولين عم تقلى. الصبي عم بطير عم بطير. يا توني دور الصبي دور. شو؟ نزلت علي. هلب مي هلب مي وعيش دور هلب مي. خرافة مش مزبوطة. بس تعرف ليه؟ لأنه فقع معي بالون. آه 19. شايف يمكن لو كانوا 20 بالون هيدا البالون عمل الفرق. أنا بقول كتير يكون طار. لحظة سوبر. هدول كانوا مجموعه خرافات كثير حلوين. عملوا كثير لايكات على الفيديو وعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الزر. انا متقلك. باي. نهي الفيديو الصبي ونحن عنا وياه كمان. اوكي يلا باي.